يا أحباب الكرام، الآن طالب مبتدئ أمام كتاب مثل هذا، هذا الكتاب اتفق عليه كم شخص؟ كم؟ مئات، مئات. من متى تعرفون؟ من متى؟ من سنة 200 وما قبل 241، وهي السنة التي توفي فيها الإمام أحمد، إلى هذا الزمن، يعني أكثر من 1200 سنة. طلاب الإمام أحمد، تلامذة الإمام أحمد، صالح ابن أحمد وعبد الله بن أحمد وإسحاق بن حنبل وحنبل بن إسحاق بن حنبل وحرب الكرماني والكوسج وإبراء وأبو بكر المرودي وأبو بكر الأثرم، كل هؤلاء جمعوا كلام الإمام أحمد، وجاء بعدهم أبو بكر الخلال، وجاء بعدهم أبو بكر غلام الخلال، وجاء بعدهم أبو عمر الخراقي. كل هؤلاء الأئمة الذين يعني كانوا قريبين من الإمام أحمد وجمعوا كلامه وأقواله خرجوا بهذه الخلاصة. هذا هو رأي الإمام أحمد في أكثر المسائل كما ذكرت، بعض ما هو رأي الإمام أحمد لكن فهمت على أصوله وقواعده. طيب، بعد هذا تظافر الأئمة، أئمة الحنابلة، على هذا الأمر، على ترجيح هذه الآراء في الغالب، يعني هذه الآراء أكثرها متفقين عليها وبعضها فيها خلاف. بعدهم جاء سيل من العلماء، أبو الوفاء بن عقيل، محفوظ بن أحمد الكلبوذاني، ابن قدامة الموفق، أبو عمر ابنه، أخوه ابن أخيه ابن أبي عمر، وهكذا ابن مفلح الجد والحفيد إلى هذا اليوم. كل هؤلاء يرون أن أكثر هذه الآراء الموجودة هي مذهب أحمد. السؤال الآن، بعد هذا كله جاء شخص وقال الراجح عندي أن القول الثاني غير هذا، إيش رأيكم؟ يعني طيب، يعني جاء شخص أو اثنين أو ثلاثة وقالوا نرجح رأي آخر، هل يصبح من قال الراجح عندي كذا قوله، إذا أردنا من حيث الوزن والثقل، هل قوله يوازي قول هؤلاء السيل العرمرم؟ ما يوازي. وأما إن كنت أنت من أهل التصحيح والترجيح وكنت مجتهدا، يعني مؤهل عندك قواعد الترجيح وعلوم الآلة وعلوم الشريعة، فأنت لا تحتاج لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هذا موضوع ثاني. من كنت مبتدئ فعندك قول يقول به مئات أهل العلم وينسبونه لإمام أهل السنة، وعند قول آخر يرجحه شخص أو أشخاص يقولون نرى أن الراجح كذا، ما رأيك؟ أيهما أثقل وزنا؟ فهمت معي يا أخوان؟ ولا أرى مع ذلك العصمة لأحد غير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا الإمام أحمد ولا الإمام الشافعي ولا غيره، ما في أحد معصوم يا أخوان. المسألة والكلام في هذا الموضوع شائك، لا ندعو إلى التعصب ولا ندعو إلى التقليد المحض ونقول تعصبوا لقول فلان، ما يصح هذا، لكن نقول يا طلاب العلم أسلكوا الطرق من أولها وأتوا البيوت من أبوابها فقط. والطرق يعني إذا سار الإنسان من أول الطريق على الجادة يصل إن شاء الله، فلا تغتر بكثرة الترجيحات إلا إن كنت سائلا أو مستفتيا وأفتاك شخص وعملت به فلا حرج عليه، لكن لا تظن بمجرد أن يأتي شخص يقول الراجح في هذه المسألة كذا أن هذا الكلام الذي ضعفه هو ضعيف في نفس الأمر، ما هو شرط. فمن قال الراجح عندي كذا لا يعني أن القول الثاني مرجوح في حقيقة الأمر، فهمت المسألة ولا لا؟ يعني تبقى المسألة محتملة، فلان يقول الراجح عندي كذا وشخص آخر يقول الراجح عندي لا قول آخر، ما رأيكم؟ من كلامه حجة على الثاني؟ من هو؟ في أحد كلامه حجة على الثاني؟ لا يوجد. هيا يا أخوان، إذا وقفت بين عالمين، عالم يقول الراجح عندي الأول والثاني يقول الراجح عندي الثاني، من هو الحجة على الثاني؟ ما في أحد حجة على الثاني. طيب أنت ما هو موقفك؟ أنا أقول إن كنت من أهل العلم والترجيح والاجتهاد فخذ بما ترجح عندك، دعك من الأول من الثاني، وإن كنت خلاف ذلك
فخذ من تثق بعلمه ودينه منهما، الأوثق عندك دينا وعلما خذ بقوله، وإذا أخذت بقوله فتجعله هو الدين المنزل الذي يجب على الأمة كلها أن تتبعه. رسالة بصحيح. أيها الفضلاء العلماء أهل العلم يقولون من قرأ الخلاف اتسع صدره. ومن الغريب أن الإنسان أحيانا يسمع القول، هذا في المبتدئ، يسمع القول ويسمع دليله فيظنه الراجح قطعا، فإذا سمع القول الثاني ودليل المخالف اختلفت النظرة عنده وتغير عنده أو خفت عنده بعض الحدة فيه. نعود مرة أخرى.